خديجة، لاحظنا لك أن الزوج ديالك كيعاني من المرض. أشنو هذا المرض اللي كيعاني منه الزوج ديالك؟ سيدي، الزوج ديالي كيعاني من مرض، عنده مرض السرطان، عنده ما كي اللي كيوقف كيديز كيبقى ديز بالدم، كيتعذب الليل كله، ما كينعش، ما كي كيبغي غير فين يغسل، ما كيلقى، عمال ينضر، صدوا علينا الضو، طلعوا علينا الضو، صدوا علينا الطواليط، كي راك عارف المريض خاصو ديما كل مرة يغسل، كل مرة يبدل فراشو، ما كنلقى لا تيل لا باش نغسل ليه، لا الحالة ضعيفة، ما عندناش، والله اللي عالم بينا، راه انت كتشي جيتي وشتي كلشي بعينيك، راه حنا لا بغينا عا خبزة خاصنا، لا ما خرجش الدري مشى لك يمشي للروضة يجيب ديك 300 400 عدو 12 عام باقي عصير. دابا الدري مسكين، هو دابا مسكين هاد الطفل هذا مسكين، الطفل هذا ولي يتحمل المسؤوليه من صغره. ربي معكم، ربي معكم لاله خديجه، الله يسر الامور وخلي ايمانك بالله قوي. لاله خديجه، حنا جينا عندك دابا هنايا باش توصلي المعاناه ديالك للناس المحسنين. باش نخدم وما عنديش، ما كان مقابله الراجل، ما عنديش لا باش نشري بيناتي ولا والو، كنخرج كنخرج نخدم وما بقاش اش قديت نخرج، ما نكذبش. الصحة كان كم كيما كنقولوا قللت، ما عنديش، ما نكذبش، علاش كتشدني، كنوقف وكتشدني الدوخة، ما بقيتش قديت لا نخدم في ديور ولا والو، وليت مقابلة. لالا خديجة، بغيناك تحكي لنا المعاناة ديالك مع الزوج ديالك. الزوج ديالي كيفاش كدير الطواليط؟ واش كلش كاين اللي كيعاونك؟ ما كيقدش ينوض، ما كيقدش ينوض، كلشي كيديرو تحت منو، كندير ليه ديكوش، مرة كنشد على بيجاماتي كاع شريكتهم درتهم ليه خروف، دلي هو كيمشي للروضة مرة يشري لي ديكوشة، مرة مكيبقاش باش يشري لي. كي داير الحالة ديالكم؟ كي داير الحالة ديالكم لالا خديجة؟ تغلب من الله اللي عالم بينا. وشحال نتوما في هذا السكن هذا؟ شحال كون كان عندنا الفلوس وهادي باش نخلصو ونخلصو ونبقو، ولكني ما عندناش الغالب الله، الراجل ما عمرو هو حتى كتشوفي الحالة ديالو. لالا خديجة، لالا خديجة، إلا قلت لك الحمد لله البلاد عندنا فيها المحسنين. الله يجازيهم بخير، وهما غير سبب، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. كاين المحسنين اللي غيشوفوا الحاله ديالكم وغيبغي يتواصلوا معكم ان شاء الله. حاجه وحده، ما تفقدوش الامل ديالكم في الله. سبحان الله. انا 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 بغيتك، انا بغيتك لاله خديجه، اشنو كطلبي من المحسنين؟ انا كنطلب من المحسنين يعاونوا الزوج ديالي بالدواء وشي، كعارف هنا راه ما كاينش، راه الضيق ومضيقين علينا، داك الشيء كلشي، لا طواليط لا ضو لا والو ولا حتى حاجه، ما كاينش اللي يعاوننا من غير الله، الله الله، ثم المحسنين والله يجازيهم بخير، ونطلب من الله، الله يحن عليهم، الله يحن علينا، الله يجعل ربي يفتح لهم بيبان الجنة، آمين، جنة الفردوس، الله يحن عليهم، الله يجازيهم بخير. ربي كبير، ربي كبير لالا خديجة. المحسنين انا نقول لك ولا كطيح انا نهضر انا. انت يا لالا الاخت ديال لالا خديجة؟ انا خويا الاخت ديالها، انا سنة كنعاني معاهم، مرضوني وكيبقاو فيا وما عندهم لا ما ياكلوا لا ما يشربوا، السيد كيتوفى كيمشي للسبيطار كيردوه، ومالي للدار. علاش كيردوه للسبيطار؟ علاش كيمشي للسبيطار كيردوه؟ ما عندوش، اللي ما عندوش ما هكا كيديروا ليه، هذا هو، ما عندناش وزارة الصحة. فين هو وزير الصحة؟ فين هو؟ وشحال هو في هذه الحالة مسكين؟ شحال هو في هذه الحالة؟ شي عام ياك، عام ولا شهر، هو في هذه الحالة كيعاني، والأخت ديالي دابا ولات كطيح. كطيح كتغيب، ما بقاتش تقد تخدم، كاين نهار اللي ما كياكلوش، النهار كله ما كيلقوش ما ياكلوش، كيعيطوا ليا انا،
كتقول لي راه حنا ما فطرنا ما تغدينا، كنجي انا ساكنه بعيده كنجي عندهم. الدري مسكين عنده 12 عام كيضل الفراو دابا باش يجيب لبوه الحليب ويجيب ما ياكل، وحاله يرسلها خويا. هاد الناس هادو كنطلب من المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن اللي بغى جنته وبغى يتعاون معاهم راه غادي يخلصوا الله. راه هاد الناس كيتعذبوا، هاد السيد كيتوفى. الا كتسمعوني المحسنين الله يجازيكم والله يخلصكم، راه هذه هي الحسنه واحسن حسنه. ومرض السرطان ما كاين ما صعب منه، والزوجه ديالو كتوفى وجابيل التيت ما كتلقاش باش تشريه، جابيل التيت ما كتلقاش باش تشريه باش تصبر لراجلها. قسما بالله الا اليوم قالت لي رانا مرطبه الحوايج يومين، وعيطت لي حتى قالت لي واخا انا غناخذ لك شامبان، ما كتلقاش باش تشري شامبان. وجابيل والله يجازيكم بخير، والله يجعل ربي يخلصكم من هادشي اللي كاين. هاكا لالا خديجه، لالا خديجه انت اللي عارفه شنو ضرك لداخل. تلما قلت شي حاجه بغيتك انت تقولها للناس، لان انت المضروره، انت اللي حاسه بحالتك النفسيه كي دايره، وانت اللي كتعاني مع الزوج ديالك. انا بغيتك تلما سولتيش حاجه بغيتك انت تقوليها. كيفاش بغيتك انت تقولي، توصلي للناس شنو بغا تقولي للناس. لالا خديجه وصلي على المحنه ديالك، وصلي على هاد المعاناه اللي كتعاني. وشنو كتطلبي من الناس المحسنين؟ انا كنطلب من هاد الناس المحسنين والله يجازيهم بخير، والله يجعل ربي يعلي درجتهم. الا قعدوا تداروا معنا زعما كاينه عتقونا، بحال عتقوا واحد الرقبه كبيره، عتقونا من هاد الحياه اللي كنعيشوا فيها، من ناحيه المرض ديال الراجل، من ناحيه معيشه، من ناحيه السكن، من ناحيه مضرورين بزاف حتى اعلى درجه. وبخصوص العلاج، وبخصوص العلاج ديال الزوج ديالك شنو كطلبي منهم؟ وبخصوص العلاج، العلاج العلاج ديال الزوج ديالك شنو كطلبي منهم؟ كنطلب منهم زعما يتعاونوا معاه ويوقفوا معاه حتى يصح. راه تعذب راه عام هو طايح في الفلاش، تيق لا رحيمنا والو. لا من دابا مني مرض هذا المرض ديال الكونسير، تصور دارهم هربوا منه، حتى واحد ما قبلوا مع الريحه وداك الشيء، حتى واحد ما قبلوا داك الشيء. وعندنا عهد البيت واحد انا، وكنصبر وليت بهاد الايامات حتى كنقيو داك الشيء، وكنمشي نبات عند اختي بهذيك الريحه. ضرونا عينينا ولينا في واحد الحياه وواحد. حنا كنعرفوا لالا خديجه، ملي كيكون عندنا المريض في الدار العائله كلها كتمرض اكثر. مرضنا علاش؟ بالحاله ديال المريض، ربما التعاطف ديالهم مع المريض، ما كيشوفوا كيفاش كان قبل وكيفاش ولا، هادشي كله كيأثر. قولي لنا كيفاش كانت السيد هذا، كيفاش كانت المعامله ديالو معاك؟ السيد كان بخير، كان خدام في مارشي كريو قديم، في مارشي كريو رب الوراق ديالو بكل شيء هما. كيجي زعما كان كره كيخلص ماكلتنا، كيجيب لنا ماكلتنا كناكلو حنا، وتا من الجيران كيعطيهم بلا منا على الله، يجيب الخضره يجيب. كان محسن، هو كان محسن، واني مني تلات به ليا مطاح ومرض، حتى واحد ما عقل عليه من غير انا، لا جيران لا عائله حتى واحد، ولا اله الا الله. من الجيران تاعي الحمد لله. اشكون سيدي احمد اش كتقول؟ نطلبو خويا الله يجزيهم بخير ويكثر خير. دير الميكرو. وكنشكر أي راجل وأي مرا وأي صديق وأي صديقة ينوب عليا خويا، أنا رمح أنا خويا، هادشي رزق عطا عليا الله وأمر ديال الله، وحامد الله وشاكر خويا. سي أحمد. 16 صار وأنا في العادات، وأنت خويا راه دير. شات سي أحمد، شات سي أحمد. دي راه قرا خويا داك الجيل داك الشيء اللي كيخرج باش ما يبقاش يعيط، باش ما يبقاش يعيط. دي راه قرا خويا حالته خويا، وانا خويا في العذاب، ما كناش ما عندي لا دواء ما عندي والو. اليوم دايره معايا الطبيبه باش تعيط عليا، ما عيطاتش عليا. اللي كاين لا ربان عيط عليك، ما عيطاتش عليا. فين ما نمشي كيقطعوا لي الحبي وكيصيفطوني. سي احمد، كانوا عندك الاصدقاء ملي كنتي تبارك الله بصحتك؟ فين هما هاد الاصدقاء؟ واش مازال كيتواصلوا معاك؟ مازال عيطوا؟ الاصدقاء ما كنخدم انا في الفيرماس لا واحد الشمال، عندي الاصدقاء واللي ما عنديش التليفون ديالهم اللي غيتعاملوا معايا، انا اللي كيتعامل معايا. بغيتك تقول لهم فيك تخدام باش هاد الاصدقاء الا شافوك يعرفوك. هنا مارشي، هنا مارشي، الوراق ديالي لله. بغينا اصدقاء ديالك تا هما، وربما ان الناس ما في خبرهمش. اخبارهم بغيناك حنايا تقول
ولا الا كنتي الا كنتي الا كنتي باقي عقلتي على بعض الاسماء نقولها سي احمد. نقولها سي احمد لك كنتي باقي على شي عاقل على اي واحد بلا ماشي هذوك لاخر الحمرين. انا خويا المشكل ديالي انا حدودي كنخدم انسان شاد تقارو شاد تقارو ديالو ما حد ليه الوراق ديالي خويا. هذا هو المشكل ديالي قاري الفراغ غادي يدير التربيد اخويا. باش كيف هذا قديم في المارشي هو كي هذه الجمعيه ديال المارشي اخويا. غنشوف انا الوراق ديالي من تحت اخويا خدمت الحجر الصحي عيط العيد الكبير وانا شد الفراش اخويا والحمد لله والشكر. انا خويا في العاده بقى عندي السيطره د الحليب من فونتكات لفونتكات ما كنتفوتش الطواريخ كل نهار كنبول حشيش. انا خويا رزاف الله شي كلمه للناس الطيبين للناس المحسنين اللي يشوفوك الناس اللي يجزيهم بخير مبروك عواشرهم مبروك العيد ديالهم. انا موالف كالعيد لولادي ودابا غالب ربي كبير ربي كبير غالب الله خويا موالف نفرح ولدي ومرسي. انا خويا الغالب الله شاد الفراش شاد الفراش اخويا نحمد الله ونشكر اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.